الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل الساعة التي في يوم الجمعة والتي هي تكون ساعة إجابة، هل هي المقصود بها 60 دقيقة في حسابنا أم لها حساب آخر؟ الحمد لله رب العالمين، لقد دلت السنة الصحيحة على أن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من خيري الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه إياه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تحديد هذه الساعة على أكثر من 40 قولا سردها الإمام الحافظ في الفتح وبينها بأدلتها. وأصح هذه الأقوال في تحديد زمن هذه الساعة هي قولان: القول الأول أنها من بعد صعود الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، والقول الثاني أنها من بعد صلاة العصر من يوم الجمعة إلى غروب الشمس. فأما الأول فقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة: هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة. وأما الوقت الثاني ففي حديث عبد الله بن سلام عند ابن ماجه، وفي حديث جابر عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فعلى الإنسان أن يحرص على كثرة الدعاء في هذين الوقتين. والمقصود بالساعة ليس هو 60 دقيقة، وإنما البرهة من الزمان أو الوقت من الزمان. فالساعة إذا أطلقت في كلام الشارع فالمقصود بها وقتا من الزمان، أو المقصود بها البرهة من الزمان. وبما أن الأدلة قد حددت مقدارها فقد حددته في حديث أبي موسى الأشعري ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة، وحددتها في الوقت الثاني ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا التحديد الشرعي يقضي على كل احتمال. فعلى الإنسان أن يستكثر من الدعاء في هذين الوقتين. فإن قلت: وكيف أدعو في الوقت الأول والإمام يخطب؟ فنقول: تدعو فيما بين الأذان والخطبة فإن هذا وقت دعاء، وتدعو فيما بين الجلوس، وتدعو كذلك في وقت جلوس الإمام بين الخطبتين، وتدعو في سجود صلاة الجمعة. كل هذه من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة، والله تعالى أعلى وأعلم.